نرحب بكم مشاهدينا عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليليمير. وقبل التفاصيل نبدأ معكم بأبرز العناوين. اتحاد الرهبنات في الأردن يلتئم في المركز اليسوعي بعمان. الاحتفال بالانطلاقة السنوية لكشافة ومرشدات اللاتين. كنيسة الخارطة في مادبا تحفة أثرية نادرة على مستوى العالم. أهلا بكم. أعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري عن شكر وامتنان الحكومة الأردنية لكافة الجهات الدولية المانحة التي تقف إلى جانب الأردن وتدعمه في تحمل أعباء اللجوء السوري. ودعا فاخوري في مؤتمر صحفي عقده بعمان بمناسبة مرور عام على مؤتمر لندن للمانحين المجتمع الدولي بضرورة القيام بمسؤولياته بزيادة الدعم المقدم للأردن حتى يتمكن من القيام بواجباته تجاه اللاجئين السوريين. كانت الجهات المانحة التي رعت مؤتمر لندن موجودة، أكدت على التزامها التام بالاستمرار في دعم الأردن، دعم اللي خطة الاستجابة الأردنية في عام 2016 بما تم التعاقد عليه وليس فقط الالتزام في شفوي أو أعلن كتعهد، وصل إلى حوالي 60% من خطة الاستجابة، وهذا تحسن إيجابي من مستوى التلت الذي كان معدل سنوات 2013 و14 و15، ففي تحسن إيجابي. الحكومة الأردنية طبعا تشكر الجهات المانحة الدولية التي تقف إلى جانب الأردن وتدعم في تحمل هذه الأعباء، ولكن أيضا نحن نحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لضرورة الاستمرار وزيادة الدعم المقدم للدول التي تستضيف اللاجئين السوريين مثل الأردن. وبحثنا طبعا أيضا المؤتمر القادم الذي سيعقد في بروكسل من قبل الاتحاد الأوروبي في الربيع، ستتحدد التواريخ في الفترة القريبة إله، وسيكون هذا المؤتمر جزء مهم منه طبعا اللي هو الاطلاع على الأزمة السورية، وجزء آخر سيكون متعلق بمتابعة التزامات لندن وتحديد إذا في أي فجوات وحشد الدعم المطلوب من المجتمع الدولي للاستمرار في دعم الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين. التأم في المركز اليسوعي بعمان اتحاد الرهبنات في الأردن للتعمق في رسالة التكريس والعمل الروحي الذي تقوم به الراهبات، وذلك بمحاضرة قدمها الأب وسام منصور. المزيد في التقرير التالي. كما تكلم على أفواه الأنبياء القديسين. اجتمع اتحاد الرهبنات في الأردن في المركز اليسوعي بعمان بهدف التعمق في رسالة التكريس والعمل الروحي الذي تقوم به الراهبات والتأمل في دور العذراء في حياتهن، وجاء اللقاء بعنوان السيدة العذراء ودورها في حياة المكرسة. وقدمت الأخت أنطوانيت مطر رئيسة الاتحاد كلمة رحبت فيها بالآباء الكهنة المشاركين في اللقاء، الأب وسام منصور المرشد الروحي للشبيبة المسيحية، والأب رشيد مستريح المرشد العام لاتحاد الرهبنات، وبالأخوات الراهبات، مشيرة إلى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الروحية في حياة الراهبة المكرسة. وقدم الأب وسام منصور محاضرة أكد فيها بأن العذراء مريم هي صورة الكنيسة في الإيمان والمحبة والاتحاد الكامل بالمسيح، مبينا دور العذراء الأم والمعلمة في حياة الكنيسة جمعاء. كانت معلمة إلنا ونحن بحياتنا نصبح معلمين وقدوة للآخرين، منعلمهم بالمثل، فبالتالي شهادة الحياة وخبرة الحياة إلها وقع كثير قوي على حياة الناس. إنه الراهبة هي أم ومعلمة، مثل ما كانت أمنا مريم العذراء أم ومعلمة، إحنا كمان لازم نكون ما نستحي
نعيش حياتنا الأمومية الإنسانية البسيطة مع الناس متعامل معهم، مع الشبيبة، مع الأخويات، مع الرعية، مع جميع فعاليات الرعية. نعيش دور العذراء كأم ومعلمة، يكون عندنا إرادة مريم العذراء اللي كانت مسرعة، إرادتها خلتها تخدم وتشتغل وتعمل، جسدت إرادة الرب لتكون مشيئتك، ها أنا أمة الرب. إحنا كمان لازم نعيش هاي النقطة بحياتنا المكرسة، ودورنا كثير يعني حملنا ضميرنا دور علينا مسؤولية كبيرة، لازم نعيش دور إرادة مريم العذراء في حياتنا اليومية، تا أنا يتحول عملي لصلاة، ما أني أترك حياتي الروحية للأشغال اليومية، أن الأشغال اليومية تتحول لصلاة حتى يجي تالي نهار أقول يا رب بين يديك أستودع روحي، أتممت إرادتك ومشيئتك. وبدي من خلالكم أشكر نورسات اللي دائما هي بتنقل كل فعاليات ونشاطات الاتحاد لجميع أنحاء العالم. الله يعطيكم العافية وربنا يبارك أتعابكم. نحن بالكنيسة أحجار حية، نبني بعضنا البعض إيمانا منا بقول السيد المسيح أنه متى اجتمع إثنان أو ثلاثة باسمي أكون في وسطهم. نحن منكرس هيدا اللقاء كل شهرين، ومنصر أنه يكون هيدا اللقاء موجود، ومنحرص أنه فعلا ما نغيب عنه، لأنه هو لقاء مثل ما قلت روحي وأخوي بامتياز، نغتني ونستقي من ينابيع بعضنا البعض ومن الينبوع الأول والأخير السيد يسوع المسيح. ويهدف اللقاء الذي اشتمل على صلوات حرة واعترافات إلى تهيئة المشاركات للدخول في الزمن الأربعيني بروح الخدمة والإماتة والتقشف والعطاء على مثال السيدة العذراء. نظمت وزارة التنمية الاجتماعية احتفالاً بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني في المركز الثقافي الملكي بعمان. وقال وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة: إننا نحتفل بعيد ميلاد جلالته الذي حمل هم الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن مبادرات جلالته التي تستهدف المعاقين والأيتام ودور المسنين والفقراء تعد نبراساً يستنير بها كل محتاج. واشتمل الحفل على فقرات غنائية ودبكات وطنية وشعبية وقصائد شعرية. الإنسان بيكون في منتهى السرور والسعادة أن يكون يرعى احتفال في هذا اليوم في هذه المناسبة العطر على قلوب كل الأردنيين لسببين. السبب الأول أن هذه المناسبة تعز على كل الأردنيين، وهي مناسبة ميلاد جلالة القائد، واللي دائما نتمنى له إن شاء الله العمر المديد إله والصحة والعافية، ولبلدنا إن شاء الله كل الخير. النقطة الثانية اللي بصر فيها الإنسان أنه برى في هذا الاحتفال انعكاس مبادرات جلالة الملك على الفئات التي ترعى هذا تقوم بهذا الاحتفال، فهي فئات من المعاقين والأيتام والمسنين، والتي لها نصيب من مبادرات جلالة الملك. في كل عام يقدم لها نصيب مرتين في العام، والحمد لله هذه المبادرات تنعكس إيجابا على هذه الفئة، واللي بنشهد هذه الفقرات المميزة والنوعية لهذه الفئة اللي بتطلب منا كل التقدير، والتي نعمل دائما من أجل أن تكون في أحسن حال. والحمد لله يعني مبادرات جلالة الملك اتجاهها تعزز هذا المفهوم اللي احنا بنسعى له باستمرار إن شاء الله. وفي ذات السياق وبرعاية وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، أقام المجلس المحلي لمركز أمن المدينة والمجلس الشبابي في العاصمة عمان احتفالاً بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني على مسرح كلية تيرا سانتا بحضور الأب رشيد مستريح مدير الكلية. تخلله إلقاء كلمات وقصائد شعرية وتقديم عروض مسرحية وفنية ودبكات ورقصات شعبية من أداء فرقة أمانة عمان. وفي الاحتفال الذي تخلله عرض فيلم لإنجازات المملكة في عهد جلالته، كرم وزير التربية والتعليم عدداً من أسر الشهداء ومنظمي الحفل. الأردني
في وقفتي في فزعتي عند اللزوم، أقبل كما حر كفخ ولا كما ذي بيعدي، إن أردني يوم أجي تقعد لي الدنيا وتقوم، والشمس تعرف فزعتي والأرض تشهد مولدي. كلية تيراسانتا ساهمت من خلال التنظيم والإعداد لهذا الاحتفال، وأيضا قام كورال كلية تيراسانتا في تقديم الأناشيد الوطنية الرائعة اللي نالت إعجاب الجميع، وعبروا من خلالها عن روح الانتماء الوطني لطلابنا طلاب الكلية والرسالة التربوية المهمة والعظيمة اللي منأديها في ترسيخ روح المواطن الصالح لدى طلابنا الأعزاء. كل هذا الاحتفال تم تحت رعاية معالي وزير التربية والتعليم السيد عمر الرزاز الأكرم، وكان أيضا حاضر نائب مدير الأمن العام داود باشا هاكوز، وأيضا نخبة من القادة الموجودين في عمان. فمنشكر الجميع، مندعو لجلالة سيدنا الرب يديم عليه الصحة وطول العمر، ويبقى وطننا الأردن واحد سلام واستقرار في وسط هالصعاب الموجودة في شرقنا العزيز، وربنا يعطي السلام لبلادنا كلها في الشرق الأوسط وللعالم. احتفل في كنيسة العذراء أم الكنيسة في منطقة ماركا بالانطلاقة السنوية للهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرانية اللاتين، وذلك بقداس إلهي ترأسه الأب جهاد شويحات بمشاركة قادة وأعضاء الحركات الكشفية في المملكة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. أقيم في كنيسة العذراء أم الكنيسة للاتين بماركا قداس احتفالي للانطلاقة السنوية للهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرانية اللاتين، ترأسه الأب جهاد شويحات رئيس المحكمة الكنسية اللاتينية بعمان، وبمشاركة الأب خليل جعار راعي الكنيسة والأب إبراهيم نفاع المرشد الروحي لكشافة اللاتين في الأردن، وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة، وبحضور قادة وأعضاء المجموعات الكشفية من مختلف أنحاء المملكة. وأوضح الأب شويحات في عظته للشباب الكشفي أهمية ودور رسالة الكشافة، حثاً إياهم على العمل الجادي والدؤوب. سددنا اليوم الهيئة الكشفية في عمان، ومسؤوليتها دائما الحفاظ على روح المحبة والسلام والوئام لتنظيم الحركة الكشفية داخل الأردن وخارج الأردن. حتى يصنعون السلام لابد لهم من أن يكونوا في سلام داخلي مع أنفسهم، مع ذواتهم، مع ضميرهم. هذا السلام الذي مصدره الله السيد المسيح، وهو أعظم نعمة يعطينا إياها الله، خصوصا في هذه الأيام وفي هذا الشرق المتأزم المحروق بالحروب في الدول المحيطة بنا. هذا السلام أسأل الله أن يمنحنا إياه، وأن يديم هذه النعمة في قلوب كشافتنا وشبيبتنا، حتى تعمل لخلق سلام دائم في القلب، في النفس، في الذات، في الأسرة، في المجتمع، في المدرسة، في كل مكان. هذا السلام الذي نحتاجه، ونسأل رب السلام أن يعطينا السلام. والشكر الجزيل دائما لكم نور سات معنا
تنقل آمالنا وتطلعاتنا نحو حياة أفضل مليئة بالخيرات والبركات. وأمام مذبح الرب تقدم قادة الحركات الكشفية مؤدين القسم الكشفي، تلا ذلك توزيع هدايا تقديرية لهم. وتم خلال القداس أيضا تقديم دروع كشفية للآباء جهاد شويحات وخليل جعار، تقديرا لجهودهم التي يبذلونها في خدمة الكشافة. هذا السلام اللي احنا اخترناه حتى نقدر خلال هاي السنة نركز ونزرع في أفرادنا وفي قادتنا بكل لقاء بكل مخيم بكل اجتماع ما نقوم فيه هذا السلام. إذا منظر لمجتمعنا اليوم عم نلاقي الدمار والحروب واللامبالاة وعدم الإنسانية اللي أصبحت تفتقد إلى هاي نعمة السلام. اليوم بطلب من ربنا فعلا يعطينا هاي النعمة حتى نكون قادرين نعيش السلام بقلوبنا بعائلاتنا بمجتمعنا بشرقنا الحبيب خاصة أردننا أكيد وبالعالم أسره. إن شاء الله رح يكون في بخطتنا مشاريع ودراسات ودورات تفيد الأشخاص اللي رح يكونوا معنا فيها. رح يكون في إنه مشاركات خارجية واضحة، رح يكون في إنه بصمة بالجانب الروحي بالرعاية، ورح نعمل على إيجاد كشاف بكل رعية لاتينية بالأردن. باسمي وباسم أعضاء الهيئة الحاليين نشكر الهيئة السابقين ممثلة بالأمين العام بشار معشر، كان أمين عام لمدة 4 سنوات، نشكره هو وأعضاء الهيئة، ونشكر المرشدين الروحيين اللي ثابروا واشتغلوا معنا لحتى نوصل لهاي المرحلة. نشكر سيدنا مارون اللي كان الداعم الأول لنا، ونشكر نورسات اللي كانت موجودة معنا بكل حدث لنا بكل نشاط لنا، وبشكر جميع الفعاليات والرعاية الموجودين معنا اللي هم دائما النفس اللي احنا بنشتغل فيه. وفي ختام القداس أقيم في قاعة الكنيسة لقاء جمع الأب إبراهيم نفاع وقادة وأعضاء الحركات الكشفية للحديث حول عمل ونشاطات الكشافة خلال العام الحالي، وأيضا عن شعارها لهذا العام وهو طوبى لصانعي السلام، كما قدم عدد من الأفراد الموجودين خبراتهم الروحية. تضم مدينة مادبا مجموعة من المواقع الأثرية والأماكن الدينية والكنائس التاريخية التي جعلت منها تحفة سياحية مدهشة. ولعل أبرز الكنائس الموجودة بمادبا كنيسة القديس جورجوس للروم الأرثوذكس التي تحتضن بداخلها الخارطة الفسيفسائية. نورسات الأردن زارت الكنيسة وأعدت التقرير التالي. تقع على الخط البري الممتد لمسافة 30 كيلومترا بين العاصمة عمان ومدينة مادبا مجموعة من المواقع الدينية القديمة، لكن أبرز هذه المواقع تتركز في مدينة مادبا التي يطلق عليها في الوقت الحاضر مدينة الفسيفساء. وقد جاءت هذه التسمية لاحتضان المدينة لخارطة فسيفسائية نادرة موجودة في كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس. و
ويقول راعي الكنيسة الأب نقول البلة في لقاء مع نورسات الأردن إن هذه الخارطة المعروفة لدى العالم أجمع تشمل بلاد الشام عامة بما فيها القدس والأراضي المقدسة، وقد تم اعتمادها باليونيسف وفي مجامع السلام العالمية كوثيقة رسمية تجسد تاريخ المسيحية في المنطقة. الفسيفساء عثر عليها أحد الرهبان وتوجه إلى القدس عندما رأى هذه الخارطة الجميلة، خارطة تقريبا تسمى بالميدل إيست أو خارطة بلاد الشام ومصر. وهذه الخارطة اليوم هي خارطة اعتمدت باليونيسف كوثيقة رسمية، وقد اعتمدت أيضا في مجامع السلام العالمية، وقد ثبتت هذه الخارطة أراضي مصر لمصر ما بين اليهود والعرب. فالخارطة نسبة النجاح فيها والأكريت أو الدقة فيها 99%. وبالعودة إلى كنيسة القديس جورجيوس أو كنيسة الخارطة التي تعد من أهم وأقدم كنائس مادبا، فهي كنيسة رومانية أرثوذكسية تم بناؤها عام 1896 على بقايا كنيسة بيزنطية تعود إلى القرن السادس الميلادي، يرتادها الزوار والسياح من كل بلدان العالم، وهي كنيسة عامرة تقام فيها الصلوات والقداديس وأغلب المناسبات في كل وقت. الكنيسة الآن عاملة ولا تزال نصلي فيها بكل يوم أحد وجمعة، يقام فيها الأكاليل والعزيات والعماميد وكل ما يتطرق إليه، ولكن الكنيسة أيضا أبوابها مفتوحة للزيارة، السياحة الداخلية والسياحة العالمية، فيأتينا من كل أطواف العالم لزيارة هذا الموقع الجميل المهم بمفهوم المسيحية على خارطة الأرض الموجودة في الكنيسة. ويؤكد الأب نقولة أن مدينة مادبا الواقعة في إقليم وسط المملكة عريقة بتاريخها وأصيلة بأهلها مسلمين ومسيحيين، وأن سكانها الذين يغلب عليهم الطابع المسيحي هم مزيج من مسيحيي المملكة الذين فضلوا الإقامة فيها لطبيعتها الرائعة ومعالمها الجميلة ونسيجها الاجتماعي الفريد. الرعية في مادبا متكونة من كل أطياف هذا البلد، معظمهم جاءوا من الكرك ومنهم أيضا من الصلب، والآن في مادبا من كل شتات الأردن حسب حاجة الإنسان وقربه لعمله. أبناؤنا المؤمنين في مادبا الأرثوذكسيين أو المسيحيين عامة ما يقارب حوالي 20,000 نسمة، نصف منهم أرثوذكسة في مادبا، يدعمون مدارسنا، يدعمونا، وبيننا خلطة جيدة ما بيننا وبين أخوتنا الآخرين الإسلاميين في مادبا، نقوم بزياراتهم ويزورون بزيارتنا في الأعياد وغير الأعياد وفي الأفراح والأطراح. والحمد لله مادبا كباقي الأردن تحت النعيم الهاشمي الذي هو الاستقرار والمحبة والعطاء، الوطن للجميع والله لكل من يؤمن به.
قام وفد من هيئة تحرير مجلة أحب بعضكم بعضا، وهي مجلة كاثوليكية لحملة المحبة الاجتماعية، بزيارة إلى مكتب نورسات الأردن، واستمعوا خلالها إلى طبيعة عمل المكتب ونشاطاته الإعلامية المختلفة من برامج وفعاليات واحتفالات دينية ووطنية، والتي تركز على نشر المحبة والسلام والعيش المشترك بين أبناء الشعب الأردني وشعوب العالم. ومن جانبهم قدم الوفد إيجازاً عن مجلتهم التي تصدر ب 23 لغة عالمية وتوزع في أكثر من 100 دولة، معرباً عن أمله بإقامة تبادل إعلامي مشترك والاستفادة من التجربة الإعلامية لنورسات لتمكين أبناء الرعاية للاطلاع على موضوعات المجلة الشبابية الهادفة. المجلة أحب بعضكم بعضا، مجلة اللي هي تترجم ل 23 لغة تقريبا وتنشر بأكثر من 105 أو 107 دول بالعالم، وتوزع تقريبا بأعداد المليون مليون ونص نسخة. هالمجلة من فترة صغيرة بلشوا التواصل معنا برعية مار شربل حتى يشوفوا على القليل في مكان ينطلقوا منه حتى تنطلق للأردن، لأنه من سنة كان في عنده لقاءات بلبنان ومع سيدنا بولس مطر وبرشيد بيروت ولقاء مع البترك، وانطلقوا من هناك بلبنان كلها. عمليا نحن بالأردن هنا كان في تواصل معنا بكنيسة مار شربل، وإحنا رحبنا بالفكرة أكيد، ولأن بكل بساطة هالمجلة مجلة رائعة جدا، راح تسمعوا هالخبرة من أشخاص اللي هن بيشتغلوا بهالمجلة هاي. مجلة أحبوا بعضكم بعضا أنا تعرفت عليها من حوالي 10 سنين، شفت فيها حل لكل مشكلة نحن اليوم عم نتعرض له، مشاكل زواج بالعيلة الشبيبة، فيها صلاة أكيد مبنية على أساس الإنجيل، لفتت لي نظري وبالجو الأوكراني اللي نحن عايشين فيه، جو الإلحاد شوي، كانت هي مثل السلاح نقدر نعطيه للشبيبة ونقول لهم أنه أنتوا اليوم مش أعداد، أنتوا اليوم لازم أنتوا مستقبل هذا البلد. تالي المير نحن معودين عليه هي نور، ومثل ما عم نشوف هالنور وصل لكل العالم. هيدي كمان رسالة يمكن هي يلي خلتني انتبه على هالمجلة، لأنه بس الإنسان يطلع من بلده بحس حاله وحيد، بس كانت معنا تيلي لومير، نورسات، نور الشباب، وخلونا ننتبه على هالأشياء هيدي ورافقونا بمسيرتنا لحديت اليوم، وبكل ظرف هني جاهزين يكونوا شهود للكلمة وللحقيقة. بهذا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. لقاء اتحاد الرهبنات يتمحور حول دور السيدة العذراء في حياة المكرسة. وزير التخطيط يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الأردن. وزارة التنمية وكلية تيرا سانتا تحتفلان بعيد جلالة الملك عبد الله الثاني. وفد إعلامي أوكراني يزور نورسات الأردن. ختام النشرة، ولمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursatjordan.com. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.